لا شك بأن القمة العربية الإسلامية التي عقدت يوم السبت الماضي قبل يومين هي من أبرز الأحداث التي شهدناها في خلال هذه الفترة. هذه القمة على الرغم من أنها تشير إلى تواجد أكبر تجمع إسلامي وعربي في مكان واحد، إلا أن هناك لم يكن هناك مقاربة واحدة، بينما هناك اختلاف في المقاربات أو وجهات النظر في حل القضية الفلسطينية، على الأقل إيقاف الحرب. وبالمقابل تزامنا أو بعد يوم واحد من هذه القمة الثنائية، كان نتنياهو متصدرا لقنوات التلفزة الإخبارية الأمريكية المهمة CNN وأيضا MBC، يحدثهم عن مبرراته وعن رؤيته وعن موقفه من عدم إيقاف هذه الحرب واستمراره على الهمجية والبربرية. راديو فجر يقدم أكثر قربا مع علاء الدين حسو. متابعي راديو فجر، سنستضيف في حلقة اليوم الكاتب والصحفي السوري مازن رفاعي، وهو مقيم في رومانيا. من أجل هذه القراءة نأخذ منه قراءته حول القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الرياض، وأيضا موقف نتنياهو من عدم إيقاف هذه الحرب، وما هو الحل حسب تصوره بشكل عام. فكونوا معنا. أكثر قربا، برنامج سياسي يناقش خبرا أو حدثا بشرح أبعاده وتداعياته. مرحب بك براديو فجر أستاذنا مازن رفاعي، الكاتب والصحفي السوري ببرنامج أكثر قربا. أهلا وسهلا فيك، شرف إلي أنه أكون باستضافة حضرتك. نحن سعداء يعني من زمان نلتقي مع حضرتك، واللي بيعرف أستاذ مازن يعني موجود بالصحافة، ممكن يتابعه بيقروه في تلفزيون سوريا بيكتب أيضا، ونشط جدا في أوروبا الشرقية نقول رومانيا وبأوروبا. يمكن بهمنا ناخذ قراءتك حول اهم حدثين. يعني هو الحدث الاهم هي انا سميتها القمه 2-1، يعني القمه العربيه والاسلاميه اللي جمعتها السعوديه. قراءتك حول هذه القمه اللي صارت، طبعا عن صارت يوم السبت هذه القمه العربيه والاسلاميه اندمجت مع بعض، ونتيجه القراءات اراء اللي حكم الرؤساء اشتفينا بنظرة صحفية بأن هناك اختلاف وتباين بالقراءات. إذا سمحت لي أنا بدي أساوي شيء يعني بداية، إذا سمحت لي طبعا أقدر يعني أعطي نموذج على القراءات والتباين. يعني مثال، راح أنا أعطي مثال للحصر، راح أعطي مثال للحصر مشان يكون مثلا القنوات العربية أو الصحف العربية قالت على الرئيس الأندونيسي جوكو وديودو، وهذا يعني أكبر كتلة إسلامية أو موجودة في هني، قال أنه نشرت الصحيفة العربية إسرائيل تقتل المدنيين وتفرض عقوبات جماعية على غزة، ويجب إيجاد طريقة لإجبار إسرائيل على وقف النار في قطاع غزة، ونطالب بلجان تحقيق دولية في قطاع غزة. بينما برويترز بنلاقي انه عم تذكر انه الرئيس الاندونيسي اذا لفظنا الصح اسمه جوكو وديدو، الدولة التي تضم اكبر عدد من السكان المسلمين، ان المستشفى الاندونيسي في شمال غزة لا يزال هدفا للهجمات الاسرائيلية وقد نفذ وقوده، وقال أنه يجب إيجاد طريقة لجعل إسرائيل توقف النار إطلاق النار على الفور، ويجب على منظمة
التعاون الإسلامي استخدام جميع الجبهات لمحاسبة إسرائيل على الفظائع الإنسانية التي ارتكبتها. أنا هنا أقف هذه على النقطة أستاذي، لأن هناك من قال ضمن الحديث وأشار بأن هناك من طرح مثل الجزائر أو غيرها قطع العلاقات مع إسرائيل قطع كامل من كافة الجهات، بينما الدول العربية المطبعة بما إضافة إلى الدولة السعودية بحجة أو زريعة أنه نحن لازم ما نقطع العلاقات الدبلوماسية، نحن لا نطالب فقط وقف نار، ونتهم أنه هي جريمة عم تقتل هالأطفال الأبرياء. يعني أنا حطيتك مقدمة بسيطة، رح نسمع منك قراءتك للحدث والقراءة، تفضل. واضح تماما انه كان مثل ما حكيت حضرتك يعني اختلاف وتباين في وجهات النظر، وهذا شيء طبيعي لانه الدول العربيه بحياتها ما اتفقت ولم تتفق. يعني موضوع اجبار اسرائيل اللي حضرتك حكيته هذا عباره عن اماني ما في بالواقع شيء يدعمه. منظمه التعاون ليس لها اي وجود فعلي على ارض الواقع لانه تنفذ ما يتم الاتفاق عليه. إذا كان مجلس الأمن عاجز فمنظمة التعاون الإسلامي ما بتوقع أنه يكون لها الدور جدا كبير. هلأ نحن دائما خلينا نتجاوز مرحلة، يعني نحن العرب بشكل أساسي متعودين مرحلة الوقوف أمام المرآة ولا نرى إلا أنفسنا ولا نرى ما يطرحه الآخر. يعني كيف يرانا الآخر مو كيف نرى أنفسنا، نحن ندعي بما ندعيه ونقتنع بما نقتنع ولكن كيف يرانا الآخرين؟ المؤتمر بشكل عام من خلال القراءات عالجت النتائج، يعني طالبت ما نطالب به منذ عقود، يعني موضوع اللاجئين ما في شيء جديد، دائما نحن عم نطالب بحقوق اللاجئين. موضوع المعابر، الموضوع من 30 سنة لسه عم نطالب بفتح المعابر ولم نجد طريقة لفتح المعابر. موضوع السلام وهو مطلب الجميع إذن وهي طلبة السلام. موضوع وقف الحرب عن طريق مجلس الأمن، ما في سوريا صار لها 12 سنة عم بطلبوا وقف الحرب وليس لديهم آلية لمولد لمعاقبة المخالفين، ليس لديهم آلية لفرض أي رأي في الموضوع. وجابوه كمان على القمة. طيب يعني أنا أعتبر هذا موضوع آخر بنحكي فيه، لكن أنا أعتبر أنه هذه القمة حملت رسائل طمأنة لإسرائيل. يعني يا ريت ما كان في قمة، كانت إسرائيل متخوفة من بعض ردود الفعل غير المعلنة أو غير المتفق عليها ضمنيا بينهم وبين الدول، لكن القمة أوردت أنه هذا أقصى ما يمكن الاتفاق عليه في حدود الدنيا وبعض الدول لم توافق على حدود الدنيا. يعني إذن كما صار في خطاب حسن نصر الله هو طمأن إسرائيل أنه نحن لسنا في المعركة، افعلوا ما شئتم بحماس نحن لسنا هنا، اذهب أنت وربك فقاتله فنحن هنا قاعدون. يعني أنا بعتبر يعني اللي صار بالواقعية السياسية طمأن إسرائيل بشكل كثير كبير كقمة بحكي. ربما هذا اللي شجع نتنياهو اللي عم يطالب انه الدول يعني العالم والدول العربيه توقف معه ضد حماس. يعني حتى الرئيس الفرنسي تراجع في خطابه بعد القمه. حتى نحن صارنا احباط كامل، تعليقات في الواتساب وفي الفيسبوك بتشوف انه في راي عام عربي محبط من نتائج هذه القمه، وكأن القمه هي اعطتنا كف انه اصحوا على حالكم، وين رايحين انتم؟ نحن اكثر من هيك ما في عنكم، فلا تفكروا بشكل بعيد. يعني هذا الموجود، يعني مره قرات استاذي يعني جامعه الدول العربيه كتشكيل ومنظمه، يعني هي من يعني بعد الناتو يعني ما في مثله كبيره كشكل خارجي بهذه القوه، هالعدد هالسكان هالبشري هالقوه الماليه والاقتصاديه. يعني مصر فيها موجوده، فيها دول السعودية مثل دول الخليج يعني معقول ما تقدر يعني تستطيع إلا أن تطالب يعني مثل أي إنسان ضعيف؟ يعني هو إلى أي يعني هذا السؤال اللي راح يجينا، إلى أي مدى يعني يمكن لهذه يعني
الشعوب تقدر تتقبل هيك هيك يعني. يعني انا ما بدي اقول انه ثورات عليهم بقدر انه هل هو بسبب الضغط الدولي حقيقة، يعني هن رهائن تحت الدول، يعني ما في سيادة والكذبة يعني، ولا هن أيوة. رغبة لأمر آخر ربما راح نحكي عنه بعد شوي، ربما يعني ممكن نتحدث عليه. أيوة. الوطن العربي بشكل عام يعاني من تصحر في الحياة السياسية، يعني يمكن ذكرت أنت في مقال بزكى في روايتك السفر إلى عائدة أنه في غيوم، والغيوم تصحر الحياة السياسية أو بهالمعنى. يعني أنا أعتقد أنه يمكن أنت كتبت الغيوم، أو الغيوم تمنع من الهطول فتسبب التصحر بهالموضوع، يعني ما لي متذكر العبارة بالضبط، لكن أنا بعتبر أنه ما في غيوم، في تصحر سياسي كثير كبير، وهذا السبب أنه القادة العرب ما في وراهم من يدعمهم. يعني حتى إذا أخذ أي قائد عربي قرار شعبه ضده، ولو ما وجود دول ما كان هو موجود كقائد، إذا هو انتمائه للدول اللي عم تدعمه، فهو دائما يسعى إلى إرضاء مصالح تلك الدول لأنه هي السبب في وجوده وبقائه. هذا السبب أنه دائما التصحر السياسي العربي اللي هو له عدة عوامل، مو مسؤول عنه القائد أكيد، لكن في عدة عوامل مسؤولة عنه، لكن هذا الموضوع بيؤدي أنه إذا أخذ أي قرار القائد العربي ليس هناك من يدعمه، ما عنده خلفية شعبية، لا يمكن يقول لهم أنا بستند للبرلمان لأنه بيعرفوا هذا البرلمان برلمان تصفيق ومسخرة، ما بيقول لهم أنا عندي أحزاب سياسية لأنه بيعرفوا هاي الأحزاب السياسية هي عطاءات موجودة من قبل القائد، وبأي وقت بلغية كلها أو حط كل منتسبينه في السجن، فإذا هو مو صاحب قرار بالنتيجة. هذا السبب يسبب الضعف. راح ناخذ فاصل قصير إذا سمحت ونتابع معك بأكثر قربة. أكثر قربة، برنامج سياسي يناقش خبرا أو حدثا بشرح أبعاده وتداعياته. تعي يحدثنا من رومانيا، قراءة له في القسم الأول تحدثنا عن قراءته حول القمة العربية، ومربوطة أيضا إذا سمحت لي سيد مازن مرة أخرى يعني تزامنا مع القمة. كنا عم نحكي قبل خلف الكواليس إنه أو هذا حتى تحدثت حسن نصر الله كيف بخطابه اللي كان متزامن وكان عم يطمن نتنياهو. إضافة إلى ذلك البارحة قناتين CNBC والCNN لقاء مع نتنياهو، وهذا اللقاء كان يعني حتى هيك حتى ذكرته يعني مشان أتذكر إنه CNN قالت إنه لنفهم لماذا قام بهذا التصرف نتنياهو. طبعا ضمن الأسئلة اللي كانت موجودة إذا سمحت لي كانت عدة أسئلة، من هذه الأسئلة أول سؤال: لماذا أنت تضرب المشافي؟ والمشافي يعني وكلهم بيقول لك إنه في ناس مدنيين. قام قال أنا ما ضربت المشافي قبل ما خبرتهم إنه يخلوها مشان ما تستخدم حماس كقاعدة إلها، وطلبت من دول مثل الإمارات مثل فرنسا جيب مشافي عائمة مشان تحلها القضية. هيك هو عم بحكي. قالت له طيب المشافي الأخرى؟ قال لها نفس الشيء أنا خبرتهم يتنصل. السؤال الثاني سألته قالت له يعني هل من الضروري هذه بهالمعنى، أو من الأسئلة اللي كانت من جملة يعني هذا التصرف يعني اللي عم تقوم فيه وقتل الأطفال والقرى، أم المشكلة هون رأس الربطة مع النازية؟ وقال يعني من أخباره طيب عند الحلفاء بده يقضوا على هتلر ما راح كتير مدنيين، انا عندي يعني تخيل عم يضع حماس ويهدد حتى يقول بان هذه هجمات بربريه وستقوم الدور اذا انا رحت راح تروح اوروبا، هكذا يقول فيها.
وبالاخير عن سالوه يعني الشعب الاسرائيلي او انت انه كنت سبب تبع اكتوبر، يعني 7 اكتوبر عن صارت وما له خبر. قال له الامور المخابراتيه ما راح ادخل فيها، وانا عبد مش ضمن المقابلتين حتى متابعين اذا يعرفوا كيف عم بيفكر الطرف الاخر. قال لهم طيب هل سئل رئيس امريكا يعني روزفلت، فرانكلين روزفلت، على عند بعد ما صار اليابانيين ضربوا له حد بناء بول هاربر اللي ضرب القنبله النوويه، هل سالوا شو قدرنا لجورج بوش وقت احداث ايلول 11؟ اذا انا عندي مهمه حاليا بدي اقضي عليها، الا وهذه المهمه هي القضاء على حماس. طيب قالت له، وهون النقطة أستاذي أنا ولو زدت شوي أكمل، يعني هناك مقولة بأنه هناك توجه أن تكون سلطة مدنية تستلم غزة، لماذا أنت رافضة؟ ألا نحن جربنا قبل هالمرة، ما قدرت السلطة الفلسطينية أن تمنع حماس وأن لا تعلم الأطفال تجنب الأعداء، يعني بهذه الصورة، وبالتالي الخطط مستمر، وبالتالي أنا أرفض. قالت له طيب قوى دولية؟ قال له كمان، لأنه معلقة دانا الصحفية الأمريكية، قال له أنا أرفض كمان القوى الدولية، لن تستطيع، هذه راح حل بمفردنا، ندخل ونسيطر ونجعلها منزوعة السلاح ونجعلها سلمية. تصريحه بالسي ام بي سي، يعني سألته إذا صار ضغط وقوة مدنية، يعني قال لم أحدد، الله مو وقت نفكر، حاليا ما في أي تفكير إلا القضاء نحو قضاء حماس. حسب التجارب اللي عم نشوفها أستاذي، وأنا هذا اللي بيقدر، يعني في كل عملية حربية بتكون مع إسرائيل عم بتكون فيها، يكون الخاسر دائما هو الطرف المقاتل أو القرار الفلسطيني، شفناها بأردن، شفناها بلبنان وكذا. بهذه القراءة بدنا ناخذ يعني رأيك حول موقف نتنياهو، إلى ماذا يستند، إلى أي قوة، وكيف تراه، وهل يمكن أن ينجح؟ بدي أرجع لآخر جملة حكيتها حضرتك، الخاسر دائما في أي معركة هو فلسطين، هو الفلسطيني، هو الشعب الفلسطيني، هذا حقيقة. فتناقض حقيقة ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. أنا بقول ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة إن وجدت. اليوم أنت حماس بتدخل في مقامرة، هي ليست معركة، هي مقامرة، مثل عم بلعب قمار. يا ترى نسبة ربحهم ما هي نسبتها؟ أنا بشوف نسبتها جدا قليلة. لكن أنا برجع لموضوع نتنياهو، ليش عم يحكي بهالشكل؟ يعني اليوم حماس، وهذا اللي بيخليني أقطع 200 إشارة استفهام حول مقامرة حماس أو طوفان الأقصى. اليوم حماس بنعرف كلياتنا إنه أصبحت عقبة في مسيرة إسرائيل القادمة. ليش عقبة؟ إسرائيل سابقا كانت في حاجة إلى عدو، لأنها إسرائيل هي عبارة عن تجمع من كافة أصقاع نعم. الأرض، لا يجمع الإسرائيليين شيء، البولوني مع المغربي مع الألماني مع الأمريكي، سوى خوف من عدو مشترك الخارجي. لكن اليوم عندنا الجيل الثالث لإسرائيل، الجيل الثالث اللي ما بيعرف شيء، ولا وطن غير إسرائيل، لغته، عاداته، تقاليده، منبته. اليوم أصبح هو موجود بحكم الأمر الواقع، ما فيك تقول له اطلع لبرا أو رجع لأرضك، لأنه في الحقيقة هي أرضه، أرض فلسطين إسرائيل. فهالواقعية السياسية اليوم بعد الصلح مع الإمارات والسعودية وبروز عدة مشاريع، أحد مشروع البحار الثلاثة اللي أشار إليه نتنياهو قبل أسبوعين من الحرب، اللي هو الصين، الهند، الإمارات، السعودية، الأردن، حيفا، اللي هو مشروع البحار الثلاث. المشروع الثاني مشروع الغاز، وهلا عم نحكي فيه غاز بحر غزة أو صحيح غاز غزة مارين، صحيح الأول والثاني. هي مشاريع اليوم يعني 33 مليون متر مكعب، هي
ممكن ترفع المنطقة إلى حدود إلى غنى كامل بمشروع الغاز، صحيح مشروع طريق الحرير اللي تم إلغائه من سوريا وصار يمر في حيفا. صحيح اليوم إسرائيل بحاجة إلى شواطئ غزة، اليوم إسرائيل بحاجة إلى سلام في المنطقة وليس بحاجة إلى حروب. حماس لهالسبب، حماس المقاومة، طبعا حماس ممكن أن تنتهي عسكريا، فكريا لن تنتهي، لكن عسكريا أصبحت عقبة في مسيرة إسرائيل، لأنها ألغت أو لم ترغب الموافقة على استخراج الغاز. هي في خلافات بينها وبين السلطة الفلسطينية وتصريحات، يعني حتى قبل شهر صار تصريحات إنه غازنا لنا، وصار في اليوم تفعيل خط الحجاز يحتاج إلى سلام، البترول يحتاج، طريق البترول يحتاج إلى سلام، طريق الحرير يحتاج إلى سلام، استخراج الغاز يحتاج إلى سلام. إذا الحرب تصب في مصلحة إسرائيل استراتيجيا وفي مصلحة نتنياهو مرحليا، لأن نتنياهو يعاني مشاكل كثير كبيرة داخل. فأنا بنظرة عامة أشوف أن هذه الحرب إصرار نتنياهو لأنه مصلحته كاملة في هذه الحرب. نعم السؤال، ما هي أسباب حماس توقيتها في هذه المرحلة؟ لحد اليوم أنا ما بفهم الموضوع، قد يكون عندهم أسبابهم، لكن أنا بالنسبة لي ما أشوف أنه ما في أسباب موجبة لها الحرب اللي شفناها. يعني طرحت البعد الاقتصادي، هذا مهم جدا. واذا ان طريق حرير هو العبر، يعني والموفق، خصوصا افريقيا اليوم، يعني جهه افريقيا اليوم نقطه مهمه جدا، وامريكا حتى البوارج اللي تجي هناك، من قال بانه جيتها ليست لحمايه اسرائيل بقدر ما هي للقطع هذا الطريق، يعني الصين، يعني هذا طريق الحرير معناته الصين، أكيد يعني كيف نفهم هي؟ يعني ممكن يكون تداخل، يعني امريكا ما بتريد انه الصين روسيا ما بتريد الغاز يطلع. أمريكا على اعتقادي أنه هي تلجأ لدعم الهند لتكون في مقابل الصين كمنافس في نفس المنطقة، ولهالسبب مشروع البحار الثلاث بيقول ما كان يقول الصين، كان يقول الهند الإمارات السعودية. إذا هي تشجع الهند على أن تكون منافس للصين، وبتقطع الطريق بأوروبا عن الصين، فهي يكون حرب اقتصادية على الصين بنفس الوقت. لهالسبب نشوف أمريكا وأوروبا، أوروبا بدها الغاز والتجارة، لأنه منطقة مرفأ حيفا إذا صار مثل جبل علي في الإمارات ستنتعش المنطقة بشكل جدا مخيف. خط الحجاز إذا عاد، طريق الحرير إذا عاد، لكن طريق الحرير تحت السيطرة الأمريكية لأنه إسرائيل هي الموجودة. يعني مجموعة أمور. صحيح، هذا البعد الاقتصادي مهم، هذا التوضيح يعني أستاذنا. بدنا ناخذ فاصل قصير وننتقل للمحورنا التالي إذا سمحت. أكثر قربا، برنامج سياسي يناقش خبرا أو حدثا بشرح أبعاده وتداعياته. أهلا بكم متابعي راديو فجر مرة أخرى مع برنامجك أكثر قربا في هذا الجزء الأخير مع الصحفي مازن الرفاعي ومازن رفاعي، وسنتحدث الآن قبل السؤال ما الحل، يعني تعنت نتنياهو وبالإضافة إلى أن حماس الوضع معروف كما هو، يعني بده إخراج حماس والشعب والقتل، ما الذي، ما هو الحل؟ طرح الأستاذ، كان بإحدى النقاشات الأستاذ مازن قال أعتقد أن الحل هو واحد، التوقف عن الشعارات والخطابات والتنظير، ثم الانتقال إلى الواقع وفهمه، والاعتراف بأمراضنا المزمنة ومحاولة لبدء بعلاجها. يعني أستاذ مازن، هي أكثر من بدها محاضرة واسعة يعني، بس إذا سمحت لنا يعني ضمن هي عدة بناء، انه الاعتراف يعني فعلا انه احد تشخيصات انه الاعتراف هذا الحل، كيف ممكن نبدا؟ اذا وسعت لنا شوي باقل من 5 دقائق عشان قبل ما نختم ضمن برنامج، تفضل. دائما العقلية العربية تلجأ إلى أمثلة الدين في كل ما يقول. أنا ألجأ بنفس الموضوع حتى أفهم،
الرسول وقت حاول يحج لمكة، قريش منعوه. كان عنده قوة لكن قوة غير كافية لأنه يدخل مكة، فشاف أنه المعركة بتكون خاسرة بالنسبة له، خاسرة للطرفين. هذا ما يسمى بالواقعية السياسية. نعم. وما دخل حرب رغم أنه عنده مقومات وكان ربحان غزوات، فلجأ إلى صلح الحديبية. صلح الحديبية صار بين المؤمنين وبين الكفار، يعني من أهل قريش، ووعدوه أنه بعد سنتين ياخذ اللي بده إياه. خلال هالسنتين وصل لمرحلة ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، صار عنده قوة لا يسترد ما أخذ منه، فدخل حرب بمعرض توازن استراتيجي. مو توازن استراتيجي على الطريقة السورية طبعا. نعم كان في استعداد وكان في إخلاص وكان في. صحيح. اليوم الواقعية السياسية لازم نعرف إنه إسرائيل، نعترف إنه إسرائيل حقيقة موجودة مثل ما أنا حكيت من شوي، وصار عندنا جيل ثالث لا يملك بلد غير بلده، هي هي بلده، هي هي جنسيته، لا يمكن إنه تطرده من أرضه. مثل ما أنا جيت لرومانيا وأخذت جنسية، بتضايق جدا إذا أخذوا حق من حقوق الجنسية، حق من حقوقي إذا أخذوه بتضايق، فأنا أطالب بحقوقي كاملة كأي مواطن روماني. طب أنا الإسرائيلي، الولدان أخذ بالجنسية الإسرائيلية مكتسبة. هذا طبعا، هذا الحكي قد يكون خارج إطار الشعبوية اللي بنحكيها، أو يتهم من يتكلم به بجميع الاتهامات، لكن هذا واقع سياسي وواقع القادة العرب بيعرفوه وبوقعوا عليه. لكن نحن الشعوب لا نزال مغيبين ولا نزال يحملون الشعارات كي يتم استغلالنا. الشعارات اللي عم بيحكوها هن وهي شعارات غير قابلة للتنفيذ عمليا، هي فقط شعارات. ف إذا حكينا بالواقعية السياسية لازم ندخل في مرحلة اتفاق كامل مع دولة جارة بما يضمن الحد الأدنى من حقوقنا، وبنفس الوقت تدخل المنطقة في سلام وانتعاش اقتصادي. المستقبل للاقتصاد وليس للعسكر، المستقبل للتطور والتكنولوجيا. من يمتلك التكنولوجيا ويمتلك المعلومات ويمتلك الاقتصاد يمتلك الحاضر والمستقبل. خلينا من بقى نعيش في الماضي، يعني نترك الماضي وغزواته ومعاركه وشخصياته ونفكر بعقلانية. بدي أسأل سؤال، ليش السوري العايش في ألمانيا نجح وأبدع، وكان في سوريا أو في غيره بأي بلد عربي مقهور ويا ريت إنه يشتغل الصبح بوظيفة والمساء شوفير السيارة لحتى يكون عايش، كنا عايشين. ليش اليوم أبدع وصار طبيب وصار ناجح وصار تاجر؟ صار لأنه انعطى الأرضية لبذرته الجيدة، انعطى الأرضية مناسبة لينمو صار شجرة، ما تقزم وصار شجيرة أو صار عشب أو مغبر. فاليوم أعطي المواطن السوري في أرضه، البذرة السورية في أرضه، أعطيه المنبت المناسب، فبصير عندنا غابات من النجاحات. المشكلة تكمن ليس في إسرائيل، المشكلة تكمن في حكام العرب اللي رايدين يقوقعونا لمصالحهم الخاصة وحساباتهم البنكية، وانه ترضى الدول عنهم وارضاء مصالح الدول. وكون شو ساعتك؟ الخاسر هالأطفال والمساكين، يعني الناس، يعني الشعب هو الخاسر ده. من اعداد يعني 12 مليون سوري صحيح. 8 ملايين نازح، يعني الجرف. الحمد، يعني فلسطين تحسب انه في حدا عم بيحكي عن مأساتهم. نحن ما حدا حكى عن مأساتنا. مو هيك اللي قتل وشرد الشعب استقبلوه وبده يحل المشكلة السورية كمان. استقبلوه لانه هم ما مثله، يعني ما لا يختلفوا عنه في التفاصيل فقط. لو وضعوا في نفس الظروف لكان تصرفهم نفس التصرف، لكن رب العالمين يعني انقذهم انه ما حطهم بظروف مثل حطوا فيها بشار، ولا هن عقليتهم نفسها، ما في فرق يعني كثير كبير. الكاتب والصحفي مازن الرفاعي، نشكرك على هذا اللقاء وأمل أن نلتقي، يعني بكي الله بيجمعنا هيك كمان فيزيائيا وفي لقاءات أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك، شكرا لك لإتاحة الفرصة للحديث الجيد. كنتم مع علاء الدين حسو في برنامج أكثر قربا.